اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، الف مبروك لملوك الدقيقه 90، ملوك النادي الاهلي الحقيقه بلس 90، وفي الدقائق الاخيره كالعاده الحقيقه يستطيع النادي الاهلي الفوز على نادي طلائع الجيش في مباراه غريبه جدا جدا جدا، هنتكلم عنها من الناحيه التحليليه، وهنتكلم مع حضراتكم كيف فاز النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه جدا جدا جدا. زي ما بنقول لكم خلال الفترات اللي فاتت، كل المباريات القادمه هي مباريات صعبه جدا جدا، ولكن يظل ابطال النادي الاهلي هم ابطال الحقيقه داخل ارض الملعب. هناك بعض الاخطاء اللي بتحصل دايما هنتكلم عنها، هناك بعض الايجابيات الكثيره جدا ودايما هنتكلم عنها ايضا، ولكن ابطال النادي الاهلي الحقيقه يستطيعوا ان ياخدوا ثلاث نقاط هامة جدا جدا في طريق العودة لاستعادة أو البقاء على الدوري العام المصري داخل جدران النادي الأهلي. قبل بس ما رحب بضيوفي وقبل ما نشوف ماذا سيقول ضيوف ملعب الأهلي عن هذه المباراة، خلينا نطلع